مشاهدينا الكرام، وسعدت مساء، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. استقبل اليوم رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل بمقر المجلس وفدا برلمانيا إيطاليا يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية بغرفة النواب بييرو فاسينو. اللقاء شكل سانحة مميزة لاستعراض راهن ومستقبل العلاقات البرلمانية بين الطرفين، مسايرة للديناميكية التي تعرفها العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين اللذين يربطهما اتفاق صداقة وتعاون، والتي تتكرس بفضل الإرادة السياسية للرئيسين عبد المجيد تبون وسيرجيو ماتاريلا. وأشاد جوجيل بمواقف إيطاليا الداعمة للجزائر منذ ثورة التحرير المجيدة حتى يومنا هذا، مستذكرا بكل فخر العمل التوثيقي الذي قامت به الصحافة الإيطالية خلال مظاهرة 11 ديسمبر 1960، والذي كان له إسهام كبير في تدوير القضية الجزائرية في المحافل الدولية. ونوه رئيس الوفد الإيطالي بجودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مبرزا بأن الجزائر تعد شريكا استراتيجيا لإيطاليا، لا سيما بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى إيطاليا، كما تناول الطرفان القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضايا العادلة كالقضية الصحراوية وقضية فلسطين. الوفد البرلماني الإيطالي استقبل اليوم أيضا من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الذي أشاد بالمنح الإيجابي الذي تعرفه العلاقات بين الجزائر وإيطاليا، وتحدث بارتياح عن تقارب وجهات النظر بين البلدين حول عدة قضايا كالوضع في الساحل وحرص الجزائر على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما ثمنه رئيس الوفد الإيطالي، مؤكد أن ما حققته البلدان في مجالات عديدة خاصة مجال الطاقة يؤكد ويشجع على توسيع مجال الشراكة بينهما لتسهيل الاستثمارات وتحفيز رجال الأعمال، مثمنا من جهة أخرى دور الجزائر في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. عقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة اليوم اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة لحسن عبيد، حيث خصص للاستماع لوزيرة البيئة سامية موالفي التي قدمت عرضا حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها. رئيس اللجنة أكد بأن مشروع هذا القانون يهدف إلى تعديل المواد من القانون رقم 0607 من أجل تسهيل وضبط الإجراءات المتعلقة بإنشاء صيانة وتحسين نوعية المساحات الخضراء في كل مشاريع البناء. من جهتها أشارت وزيرة البيئة إلى أن مشروع تعديل وتتميم هذا القانون يأتي تعزيزا لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص التدابير المتخذة من أجل تخفيف وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمة العمومية، لا سيما تلك التي تهدف إلى تحويل بعض صلاحيات الإدارات المركزية المتعلقة بتسليم العقود الإدارية إلى الإدارات المحلية. افتتحت اليوم أشغال وندوة الدولية حول الاقتصاد الأزرق تحت شعار الحلول الزرقاء 2022. الندوة تهدف إلى إبراز دور وأهمية التعليم العالي والخبرة التقنية كأساس هام لتطوير وتنويع الاقتصاد الأزرق لبلادنا. الندوة حضرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلوات. نظمت اليوم وزارة الرقمنة والإحصائيات بمركز البحث العلمي والتقني لقاء بالتنسيق مع نظام الأمم المتحدة. اللقاء تمحور حول تحديات وآفاق التحول الرقمي في الجزائر، وكذا ضرورة رقمنة الإدارة لتطوير الخدمة العمومية.
انطلقت اليوم طبعة 19 للصالون الدولي للصناعات الغذائية بقصر المعارض الصنوبر البحري. الصالون الدولي الذي يدوم إلى غاية 3 جوان الداخل يعرف مشاركة ما يقارب 500 عارض من 25 دولة في 6 قطاعات. كما يحضر في الصالون الزيد من 20,000 مهني في الصناعات الغذائية. وجديد هذه الطبعة الإعلان عن مسابقة جاز إينوف لأفضل المعدات والخدمات المبتكرة في مجال الصناعات الغذائية المبتكرة. أطلقت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع وزارة العدل ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ابتداء من اليوم ولمدة 4 أيام دورة تكوينية لفائدة قضاة الأحداث في موضوع المصلحة الفضلى للطفل. يأتي ذلك في إطار برنامج الهيئة التكوينية بهدف حماية الطفولة. في المغرب دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تنظيم مسيرات ضد الارتفاع المهول في الأسعار وقمع سلطات المخزن الممنهج الذي يستهدف الأصوات الحرة والمنادية نصرة للقضايا العادلة. في المغرب دائما تمثل المخدرات 35% من الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاد المغرب حسب مصادر إعلامية متخصصة في الشأن الاقتصادي، حيث تجاوز المغرب بعض المناطق المنتجة في أمريكا اللاتينية في إنتاج المخدرات، ويعتبر الاتجار بالحشيش والمخدرات المصدر الرئيس للدخل في المملكة. وتنتشر تجارة المخدرات في كل مكان في المدن والقرى في المملكة، وتنمية الاقتصاد يرتكز على المخدرات، حيث إن مئات الآلاف والملايين من المغاربة الفقراء الذين يعملون في حقول القنب ليس لديهم خيار آخر حسب تصريحات لقنوات إعلامية أوروبية. تطرق المستجوبون إلى أنهم مجبرون على العمل في تجارة المخدرات وإلا سيموتون جوعا، مؤكدين أن هذه المبالغ الهائلة التي يولدها اقتصاد المخدرات يخدم في المقام الأول ثراء العائلة المالكة وأعوانها، وثانيا يسعى لوبي في المغرب حسب ذات المصادر إلى محاولة تبرئة صورة الملك في وسائل أعلام دولية من خلال عدم تجريم الحشيش باعتماده أدوية علاج، وهذا الدواء هو أخطر من الهيروين والكوكايين ويصدر ويهرب على نطاق واسع. وداخليا يعتمد عليه نظام المخزن كوسيلة لتهدئة الشعب الذي انتفض لاستعادة كرامته وحريته المسلوبة. في فلسطين هاجم اليوم مستوطنون مدرسة فلسطينية شمالي الضفة الغربية واعتدوا على طلبة ومدرسين بها، فيما اندلعت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين تدخل على إثرها جيش الاحتلال مستخدما الغاز المسيل للدموع. في المقابل أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن ما جرى في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك تحول كبير وخطير في حلقة الصراع مع الاحتلال، وبحاجة إلى وقفة جدية ومراجعة حقيقية للمتغيرات التي تجري أمام أعين العالم. تحسبا للحدث المتوسط وهران 2022 تسحب سهرة اليوم قرعة منافسة الرياضات الجماعية، حيث ستضبط ورزنامة النهائية للدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط. الحفل سينقل على المباشر على قنوات التلفزيون الجزائري بداية من الساعة 9 مساء. وتعرف دورة وهران مشاركة قياسية في عدد الدول وعدد الرياضيين الذين سينشطون الحدث المتوسطي.
عقد صباح اليوم النخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية، وذلك في إطار الاستعدادات للتربص التحضيري المقبل للخضر وتحسبا للمباراتين أمام منتخبي أوغندا وتنزانيا ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023. وعن المباراة الأولى صرح الناخب الوطني جمال بلماضي بما يلي: أوغندا منتخب قوي يحسن التفاوض. إذا عدنا إلى مشوارهم في تصفيات كأس العالم، فقد خسروا أمام مالي بهدف لصفر، ثم تعادلوا في لقاء العودة وفازوا على كينيا. فوز خسارة وثلاث تعادلات، ولا يتلقون الكثير من الأهداف. أعتقد أنهم تلقوا هدفين فقط في التصفيات، لذلك أقول أن المباراة لن تكون سهلة. بهذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا إلى ختام. شكرا على المتابعة. ألقاكم على رأس الساحة.